نعم، سبق لنا أن الواجب الفرار من أهل البدع وعدم مجالستهم، عدم مجالستهم ومصاحبتهم، فمن صاحبهم وأصغى إلى أقوالهم ولم ينكرها، من أصغى إلى أقوالهم البدعية ولم ينكرها هلك معهم. نعم. وقال سفيان، وقال سفيان الثوري رحمه الله: من أصغى بإذنه إلى صاحب بدعة خرج من عصمة الله. نعم، فلا يجوز لك أنك تصغي إلى أهل البدع وتستمع لهم، تقول أنا بأخذ كلامهم، أنا مؤمن وقوي الإيمان وعرف العقيدة ولا يأثرون علي، هذا غرور والعياذ بالله. قد يفتن الإنسان، فالبعد عنهم وعدم سماع أقوالهم الباطلة عصمة، أما إذا أصغيت لهم فإنك حري أن تفتن معهم. نعم. قال: من أصغى بإذنه إلى صاحب بدعة خرج من عصمة الله ووكل إليها، يعني إلى البدع. ووكل إلى البدع، لأن من اعتصم بالله عصمه الله، ومن استمع إلى البدع فإن الله لا يعصمه، حري أن يفتن بها ويوكل إليها، يخرج من عصمة الله سبحانه وتعالى. نعم. وقال داود بن أبي هند رحمه الله: أوحى الله تبارك وتعالى إلى موسى بن عمران عليه السلام: لا تجالس أهل البدع، فإن جالستهم فحاك في صدرك شيء مما يقولون أكببت في نار جهنم. نعم، هذا حديث عن موسى عليه السلام أن الله أوحى إليه: لا تجالس أهل البدع، لا تجالس أهل البدع، هذا وهو كليم الله، نهاه الله عن المجالسة أهل البدع والمخالفين، لأنه حري إذا جالسهم أن يتأثر بهم، فكيف بغيره. نعم. وقال داود بن أبي هند رحمه الله: أوحى الله تبارك وتعالى إلى موسى بن عمران عليه السلام: لا تجالس أهل البدع، فإن جالستهم فحاك في صدرك شيء مما يقولون أكببت في نار جهنم. فحاك في نفسك شيء مما يقولون، هذا هو الخطر، أنك إذا جالستهم وسمعت كلامهم فإنه يحوك في نفسك، أو قد يحوك في نفسك، ولا تعتمد على قوة إيمانك أو علمك، أو لأنك قد ينطلي عليك شيء من، لأن عندهم زيف وعندهم تزوير وعندهم كلام معسول وعندهم أساليب، فعليك أن تحذر منهم، وأن يقولوا تسمع لقولهم، وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم، وإن يقولوا تسمع لقولهم، فاحذرهم، هم العدو، قاتلهم الله، أنى يؤفكون. فلا تتساهل مع أهل البدع، لا تتساهل مع أهل البدع، تستمع إلى كلامهم أو تجلس إليهم. نعم. وقال الفضيل بن عياض رحمه الله: من جالس صاحب بدعة لم يعط الحكمة. حرم من الحكمة، والحكمة هي الفقه، الحكمة هي الفقه في دين الله، فالذي يجالس أهل البدع يحرم من الفقه في دين الله عقوبة له. نعم. وقال الفضيل أيضا: لا تجلس مع صاحب بدعة فإني أخاف أن تنزل عليك اللعنة. أي نعم، لأن صاحب البدعة ينزل عليه العذاب والغضب والزيغ، فيخشى أن يصيبك شيء مما أصابه، ولهذا قال جل وعلا: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. وقال تعالى للمؤمنين: وقد نزل عليكم في الكتاب
أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. هذا فيه تحذير من مجالسة أهل الضلال وأهل البدع وأهل الأهواء ومصاحبتهم والاستماع إلى كلامهم أو قراءة كتبهم. عليك بالابتعاد من هذه الأمور، والله المستعان. اللي يعمل هذا يقولون منغلق ومتحجر وعنده شك في الناس وإلى آخر ما يقولون. نعم. وقال الفضيل أيضا: من أحب صاحب بدعة أحبط الله عمله وأخرج نور الإسلام من قلبه. من أحب صاحب بدعة فحري أن يحبط الله عمله، هذا وعيد شديد، خصوصا إذا كانت البدعة مكفرة، فإنه قد يستحسن كلامهم، يستحسن شركهم وكفرهم فيحبط عمله. هذا من باب التحذير. الإنسان لا يعجب بنفسه أو يظن أنه ما يتأثر. نعم، إنسان بشر. نعم. وقال الفضيل أيضا: من جلس مع صاحب بدعة في طريق فجز في طريق غيره. نعم، حتى في الطريق، المجلس وفي الطريق، إذا رأيتهم مع طريق لا تروح معهم، لا ترسم معهم سيارتهم، لا تصاحبهم في الطريق والسفر، يأثرون عليك. نعم. وقال الفضيل أيضا: من عظم صاحب بدعة فقد أعان على هدم الإسلام. لأن البدعة ضد الإسلام، أنت شجعت، إذا شجعت المبتدع فقد أعنت على هدم الإسلام، هدم السنة، والإسلام هو السنة والسنة هي الإسلام كما سبق. الواجب أو الواجب أن الإنسان لا يعظم أهل البدع ولا يمدحهم ولا يثني عليهم. والآن كما تسمعون من مدح الكفار واليهود والنصارى والثناء عليهم وأنهم أصحاب التقدم والرقي والحضارة وأننا متخلفون ومتأخرون وإلى آخر ما يقولون، هذا أشد النفاق والعياذ بالله. نعم. قال: ومن تبسم في وجه مبتدع فقد استخف بما أنزل الله عز وجل على محمد صلى الله عليه وسلم. لأن المبتدع مخالف لما أنزل الله على محمد، فإذا تبسم في وجهه منبسطا معه فإنه يكون قد خالف ما جاء في الكتاب والسنة من هجرهم وبغضهم والابتعاد عنهم وعدم الرضا، لأن الابتسام يدل على الرضا والانبساط معهم. نعم. قال: ومن زوج كريمته مبتدع فقد قطع رحمها. الواجب على من عنده مولية، بنت أو أخت أو من يتولى عقد نكاحها، أن يختار لها الكفء الصالح. قال صلى الله عليه وسلم: إذا أتاكم من ترضون دينه وأمانته فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. فإذا لم تتحرى لموليتك المرضي في دينه وأمانته يحصل فساد كبير، يمكن تزوجها واحد من أهل النفاق أو من أهل البدع فتظل معه، تظل المرأة معه مع زوجها وتكون أنت السبب في ذلك. نعم. قال: ومن تبع جنازة مبتدع لم يزل في سخط الله حتى يرجع. نعم، ولكذلك حتى إذا ماتوا مات صاحب جنائزهم، لأنهم ينزل عليهم الغضب والعذاب فيصيبك ما أصابهم. نعم. وقال الفضيل رحمه الله: من جلس مع صاحب بدعة ورثه العمى. العمى في البصيرة، يعني العمى البصيرة، عمى القلب. نعم. وقال الفضيل رحمه الله: آكل مع يهودي ونصراني ولا آكل مع مبتدع. نعم، لأن اليهودي والنصراني معروف أنه صاحب دين وملة في دينه
وهو من أهل الكتاب، لكن المبتدع هذا يصير عنده نفاق، يدعي الإسلام. اليهودي والنصراني ما يدعي الإسلام، تعرف أنه يهودي أو نصراني، لكن المشكلة هذا يدعي الإسلام وتثق منه، تجلس معه فيجرك إلى الشر، فخطره أشد، خطره أشد من خطر العدو المصرح بالعداوة. نعم. قال: وأحب أن يكون بيني وبين صاحب بدعة حصن من حديد. إيه نعم، حصن من حديد، يعني يمنع الاختلاط به. نعم. وقال الفضيل رحمه الله أيضا: إذا علم الله عز وجل من الرجل أنه مبغض لصاحب بدعة غفر له وإن قل عمله. نعم، لأن هذا من الولاء والبراء، الولاء لأهل الإيمان والبراء من أعداء الله، هذا أصل من أصول العقيدة، عقيدة الولاء والبراء. نعم. ولا يكن صاحب سنة يمالئ صاحب بدعة إلا نفاقا. نعم، إذا مالأ صاحب السنة صاحب البدعة فهذا نوع من النفاق، نوع من النفاق. نعم. ومن أعرض بوجهه عن صاحب بدعة ملأ الله قلبه إيمانا. لأن هذا من البراء، إعراضه عنه من البراء. نعم. ومن انتهر صاحب بدعة آمنه الله يوم الفزع الأكبر. نعم، من انتهره بالكلام وأنكر عليه، أنكر عليه، فإن الله جل وعلا يجازيه يوم القيامة ويوم الفزع الأكبر بالجزاء الحسن، لأنه أنكر المنكر. أما إذا أثنى عليه ومدحه فإن هذا من النفاق. نعم، ومن موالاة أعداء الله. نعم. ومن أهان صاحب بدعة رفعه الله في الجنة 100 درجة. نعم، الواجب عدم إكرامهم، عدم إكرام أهل البدع بالمجلس أو بالمدح أو غير ذلك من أنواع الإكرام، الواجب إهانتهم لأن الله أهانهم، وهذا أيضا من فروع الولاء والبراء. نعم. فلا تكن صاحب بدعة في الله أبدا. عليك بالمجانبة البدع ولا تتساهل فيها أبدا. نعم، لأجل تحافظ على دينك وعلى سنتك. نعم، سنة نبيك. نعم. انتهى، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قد استفدنا من هذا الكتاب وما فيه من أصول أهل السنة والجماعة ومن الوصايا النافعة والمفيدة، فجزى الله مؤلفه خير الجزاء ونفعنا بما قرأنا وسمعنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه.